فيصل مرزوق مولود في تولوز اصلي مغربي من كازابلانكا بديت واحد بروجي 5 سنين هذه في السروال بروفي مونديال كاين واحد في العالم ديالنا فواحد الماركه اللي تباعت في اوروبا واليوم بروجي جديد اللي فرحنا به اما جاهد سروال اللي ما فيش خياطه في الجنب واللور بروجي يكون 100% مغربي مخيط هنا في طنجة كوليكسيون غتباع في المغرب ثمن سبيسيال المغاربة بروجي ديال الشعب وغادي يتباع على برا هاد السروال فكره جات في نسبة السروال اللي تلبسنا ماشي حنا اللي غنلبسوا هاد السروال كاليتي سوبيريور ايكو ريسبونسابل تنجيبو الثوب في المغرب تنخيطو في المغرب الخدمه ديال المغاربه لو سافوار فير ديالهم ليكسبيرونس ديالهم وهاد لو بروجي خدمنا بالقلب باش يتباع على برا ويتباعنا في المغرب والبروجي ديالنا كلنا ديال الشعب وغادي يبدا هاد الشهر ان شاء الله و غيكون 100% ماروكان جديد في هاد البروجي هاد لا مارك جديده هي غادي يقدر الشعب كله يشري هاد السروال يشري هاد لو سافوار فير هاد البروجي المغربي وهي لبسو ماشي غير هاد لي ماركات انترناسيونال اللي كاينين هنا في افريقيا وفي المغرب حنا صوبنا السروال ديالنا مغربي اود كام اكسيسيبل في الثمن طايح وغنعرفو حتى حنا نبيعو الاكسبور ان شاء الله بروجي كبير بروجي اندستريال والفرح ديالنا هي خدمنا مع الناس اللي بداو من زيرو وطلعنا البروجي كومبلكس خيطناه وردينا اندستريال نقدروا نخيطوا سروال بحال 1000 سروال في السيمانه نقدروا نديروا اليوم حيت جانا لا ميتريز ديال هذا البروسيسوس هنا في المغرب لا كوليكسيون عملناها على لي زوم لي زونفون او لي فام كومبليت كاين لي طايات الكبار لي طايات الصغار وهاد الفكره ديال خياطه اللور هي اللي غتجي اللي غتجي تلبسنا وتجينا كونفورتابل وهاد السروال تيجي يتبع لي موفمون تيجي يتبع لو كور ديال الناس وهذا هو الكونفور اونيك اللي بغينا نوريو الناس وفي الكونسوماتور هنا في المغرب وفي افريقيا ان شاء الله هاد الفكره اللي فيها خياطه وحده ولات صعيبه حيت ملي تتغسل الثوب تصغر اللون تتبدل وتقدر يتبدل الباتروناج ديال السروال دابا حنا درنا عندنا لا ميتريز ملي ما بقاش السروال تصغر واللون ما تيتبدلش حيت الثوب ايكو ريسبونسابل تيجي من اوروبا اون ماجور بارتي ودابا كملنا البروسيسوس ديال ديفلوبمون وخيطنا لا بروميير كوليكسيون ديالتنا بور لاندستريزاسيون بصح حيت غنمشي غدا نلبسو صيفطنا لا كوليكسيون كلها بصح يلا غنلبسو سراولنا غدا حيت هذا الباترون الجديد دينا معنا في فرنسا درنا شوتينغ فوتو درنا الكاتالوج خدمنا لي تيست ماتيير خدمنا لي تيست تاي تيت دو سيري و دابا البلوز امبورطون الناس اللي لبسو انا ضروري غادي نلبسو تنجربو باش نشوف الكونفور مي تنعطيو الناس باش يجربو تنديرو لي تيست لابوغاتوار وتتخرج لينا دائما 8 على 10 اللي تيلبسوا هذا السروال تيقلبوا على الخياطه كيقولوا فين الخياطه كيفاش خيطوا هذا السروال كيفاش تداروا البرودوي اندستريال كومبلي زوين كونفورتابل ومخيط بلا كوتور بلي ديتاي كوتور في لو بيل داخل هذاك لو بيل داخل ما تدارش في الجين فوالا حنا بغينا نجيبوا السروال كلاسيك بريت ا بورتي وفي الثمن اكسيسيبل فوالا ويلا غادي هاد السيمانه ان شاء الله نخرجوا لا برودكسيون الاولى ودرنا لا كوليكسيون لي كرياتور تنلبسوا حنا نلبسوا للجميع باش يجربوا ونبداو نديموكراتيزيو هاد لاكوب ان شاء الله التسويق ديالو غادي يكون في اي كوميرس انترنت هنا في المغرب وفي فرنسا في الاول وغادي نخدموا لي البارتناريا مع شي بوتيك لي ماغازان هنا في المغرب اللي غادي ني ريبريزونتيو لا مارك ديالنا وفي الاوروبا ان دوزيام طون ان شاء الله من مداخل المبيعات غادي نخصيو ان بورسونتاج لي اسوساسيون ديال لي فام و لي زونفون ان شاء الله Pour l'histoire de l'œuf Saïd Enim, c'est très simple en fait. Faïssa, je le connais depuis ma putain d'enfance où on a partagé de très grands moments dans le football. Un jour, ma femme m'appelle, me dit écoute, il y a un Marocain qui est apparu sur l'article La Dépêche du Midi.
qui me présente cet article-là. Je dis, bah, écoute, ce gars-là, je le connais, c'est Faisal Marzouk, c'est mon ami d'enfance. Et c'est comme ça qu'on s'est recontacté, qu'on s'est revu, où je l'ai d'abord, dans un premier temps, félicité de sa réussite. Et dans un second temps, je lui ai proposé un jour à Paris d'industrialiser ce concept, qui me paraissait tout simplement logique, parce que c'est un concept unique, avec un brevet, une patente mondiale, qui est ni plus ni moins une innovation dans un marché existant comme le jean. Aujourd'hui, vous pouvez remarquer que dans le marché du jean, il n'y a aucune innovation au niveau artistique. Et c'est comme ça qu'est née la marque 9C Denis. Voilà. Et le but étant donc d'industrialiser ce concept et d'apporter à toutes et à tous la possibilité de pouvoir porter cette œuvre, que j'appelle bien cette œuvre, parce que c'est un concept unique. On est le seul monde à pouvoir proposer un jean sans couture. Pourquoi le Maroc ? Ok, très bien. Donc pourquoi le Maroc? C'est très simple, Faisal est marocain. J'ai un profond attachement pour ce pays, le Maroc, qui d'ailleurs, je partage ma vie avec une fille d'origine d'Oujda. Je baigne dans cette tradition, dans sa culture. Et puis il me paraissait tout à fait logique de pouvoir apporter à toutes les Marocaines et Marocains ce concept sur le territoire marocain.